دايما 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 قاعدة، المتكبر بيحيط نفسه بهالة من الدون. هالة يعني ناس، يعني انا اقصد ناس كتير. مش هتلاقي حوالين المتكبر ناس محترمة، حد حاسس انه قيمة ومحترم، ما يقدرش المتكبر يستحمله اصلا، يعني الموت ولا الاحترام ما يقدرش يستحمله اصلا، لان المتكبر لا يشعر الاحترام. الاحترام عنده عبارة عن ادوات بيمتلكها، فانا عندي ادوات الاحترام اللي بمتلكها، اذا انا السيد هنا، انا الاعلى.